المواهب بقى المصرية دايما وأبدا موجودة، كمان دايما رافعين رأس الدولة المصرية في الخارج. ده شفناه في شهندة أحمد اللي قدرت إن هي تفوز بأفضل فويس أوفر مش في مصر، في إفريقيا. ده بيأكد النماذج الهادفة اللي موجودة عندنا في مصر يا دينا، واللي دايما بيشرفونا في المسابقات الخارجيه. صحيح، وفعلا احنا فخورين بيها جدا. تفاصيل اكتر معانا عبر تطبيق زوم الدكتوره شهنده احمد. صباح الخير. صباح النور، اهلا بيكي ومبروك وبالتوفيق دايما. بس في البدايه كده عرفينا ازاي قدرتي تشتركي في المسابقه وتفاصيلها ايه بالظبط. بس ممكن قبل ما نعرف تفاصيل اسمع جزء فويس اوفر منك؟ اوكي اوكي ممكن اقول لحضرتك مبدئيا جدا بجد انا بشكركم جدا على الفرصه الجميله ان انا اظهر معاكم على التلفزيون المصري، ده شرف ليا بجد، انت منورانا، وبشكركم على وقتكم جدا وعلى تقديركم. منورانا. حضرتك ممكن تسمعي مثلا جزء من السمارت اسيستنت اللي انا عملته على التليفون. اوكي، يا ريت. اوكي. Hello, I'm Ella. I'm your smart assistant. You can ask me anything. لا ده خطير، ده صوتك خطير. قولي لي بقى ازاي قدرتي تشتركي في المسابقه وتفاصيلها كانت ازاي؟ اوكي، المسابقه دي على في قاره افريقيا. انا دايما بحب ادور على مين احسن معلق صوتي وبيعمل ايه وازاي بيبقى كده، ايه المعدات اللي بيستخدمها. فانا بدات اصلا فويس اوفر او التعليق الصوتي بقالي من وانا عندي 15 سنه، بقالي 18 سنه بعمل كده. والموضوع بدا لوحدي جدا، بنت صغيره بتدور على الانترنت، اول ما بدا انترنت وبدور على ازاي ابقى معلقه صوتيه. فالسنه دي دورت كده اول السنه على احسن مثلا معلق صوتي السنه دي في افريقيا، فطلعوا قدامي APVA اللي هي رابطة أو شركة كبيرة جدا للمعلقين الصوتيين ومعدين البودكاست. فقدمت فيها، لقيت إن هما بيعملوا مسابقة سنويا، قلت أنا هقدم. قدمت والحمد لله بفضل الله أنا تم ترشيحي، والحمد لله كسبت كمان أحسن تعليق صوتي في أفريقيا السنة دي. يا دكتورة أولا ألف 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 مليون مبروك، صباح الفل عليكي. أنا عايز أعرف بقى فنيا كمعلقة صوتية، في فرق فنيا ما بين التعليق الصوتي باللغة العربية الفصحى أو التعليق الصوتي بالدوبلاج مثلا، والتعليق الصوتي باللغات الأخرى سواء مثلا اللغة الأجنبية إنجليزي بقى فرنساوي أو أي لغة تانية؟ طبعا في فرق كبير جدا. اللغة العربية ليها هيبة كده ونبرة مش كتير يعرفوا يعملوها. وطبعا الدوبلاج مختلف تماما، لان هي بتبقى شخصيات حضرتك بتتقمصها وتجيب الصوت بالظبط هو ايه. الانجليش هو فيه برضو انواع، او اي لغه تانية اجنبيه ليه انواع، في مثلا تعليق على شرح فيديو، تعليق على اعلان، فكل ده يختلف. هم بيتطابقوا مع بعض في الانواع، يعني لو اعلان زي قراءه زي كده. بس اللغه العربيه بالذات مش اي حد يعرف يعملها صح قوي، لان مخارج الحروف بتاعتنا مختلفه تماما. صحيح صحيح. انا بشكرك شكرا جزيلا دكتوره شهنده، ويا رب دائما وابدا في تقدم، وان شاء الله جواز اكتر واكبر مش بس في افريقيا، في العالم. صحيح، إن شاء الله يا رب.